هناك امرأة أرضعت ولد ابنها وهو لا يزال في أسبوعه الأول أكثر من 15 مرة، لكن هذا اللبن قد مضى عليه حوالي 7 سنوات، وبعد أن كبر هذا الولد أراد أن يتزوج من ابنة عمه، فذكرت له جدته ما حدث ولم تقل ذلك قبل هذا الحادث، فهل يجوز له أن يتزوج من تلك البنت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان ما ذكر في السؤال واقعا وأنها أرضعت هذا الطفل رضاعا كثيرا، فإنه يصبح ابنا لها من الرضاعة، ولو كان هذا اللبن قد مضى عليه وقت طويل، يعني كانت على وقت طويل بالحمل والولادة، وإنما در لها هذا اللبن من غير حمل ومن غير وطئ، در لها لبن وأرضعت به الطفل، فإنه على الصحيح يحرم وينشر الحرمة، فيصبح ابنها ابنا لها، وكل أولادها وبناتها وأولادهم يكون محارم لهذا الطفل، ولا يجوز له أن يتزوج من بنت عمه ولا من بنات عماته، لأنه يصبح محرما عليهن بالرضاعة. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.